أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة استثنائية أخرى عن تاريخ الأمازيغ، أمازيغ جبل نفوسة. حلقتنا بشخصية الباروني، واستثنائية لأن طبعا خروج هذا المسلسل الرائع عن باسم الزعيمين، عن سليمان الباروني من ضمن الشخصيات. اليوم بنعطي تسلسل، الكلام بتاعي بيكون بطريقة مختلفة عن المقدمة اللي درتها أمس. اليوم بندي تسلسل كرونولوجي أو تسلسل زمني عن حياة الباروني، بما أن المسلسل ولدي وعي درامية طبعا يعطي في مشاهد من أزمنة مختلفة، اليوم في 1800 غضوة 1900 وإلى آخره، فحيصعب تذكر كل التواريخ، بس نبيكم تكونوا في الصورة وتحطوا كل شيء في تاريخه باش تتصوروا الزمن اللي عاش فيه الباروني والإنجازات اللي حققها. وقبل ما نبدأ بالله، أمس في المقدمة ذكرت حاجة، قلت إن شركة الكهرباء في طرابلس الغرب، في إقليم طرابلس الغرب، كانت أسست 1932. أني غلطت، بدل 23 هي قلت 32، في الحقيقة هي محطة ماركوني، تأسست سنة 1923 وكانت متركزة في طرابلس في أول ما دارت للجالية الإيطالية، بعدين توسعت وتوجهت في اتجاه الغرب حتى مدينة زوارة الساحلية، ثم جنوبا حتى السواني والعزيزية. طيب، عودة على الشيخ سليمان باشا الباروني. الشيخ سليمان من مواليد مدينة جادو سنة 1870، والده من مدينة كاباو، أمه كذلك من مدينة كاباو. انتقل أبوه لجادو بعد رجوعه من الأزهر سنة 1835، وذلك لغرض التعليم في فصاطو. من أبرز تلاميذ الشيخ عبد الله الباروني ولده الشيخ سليمان، وشخصية تانية على فكرة تعرفت عليها في المسلسل، اللي هو الشيخ سالم البرشوشي من مدينة تفرن، أو عضو مدينة تفرن في الجمهورية الطرابلسية. وورد خطأ باللي هو في المسلسل إنه عضو عن ككلة، ما علناش. الشيخ عبد الله رزق بمولود بعد عودته من مصر، اللي هو الشيخ سليمان الباروني اللي هو موضوعنا اليوم. للعلم بس، كان من عادات النفوسيين عموما أن يرسلوا أبنائهم، ليش الشيخ عبد الله والشيخ سليمان بس، كان يرسل أبنائهم إلى تونس، إلى مزاب، وإلى مصر كمرحلة ثالثة في التدريس. فكانت عادة متداولة، والحديث عن يعني عن هذا ياخذ وقت، ولكن الشخصيات البارزه اللي خرجت منها تجدوها في موسوعتنا تم تارت، والموسوعه الاخرى اللي هي حدثت في مثل هذا اليوم. وبالله ما بين قوسين بس يعني خطر لي الان، ان جدي الشيخ الفقيه عيسى مادي، جدي الاول، تخرج من جامع الازهر هو كذلك سنه 1906، وكان قد عاش في برقه فتره، واشتغل في جني التمور في اوجله كذلك، واثناء رحلته لمصر وكان معلم وفقيه وإمام، ومن ضمن يعني اشترك في المكتبة البارونية اللي بنتكلم عليها بعدين، بحوزة خالي بالقاسم مادي مجموعة من المخطوطات اللي كان نسخها، إما لما كان في وكالة الجاموسة، وإما لكتابة الشيخ عبدالله الباروني هو كان أحد شيوخه، أو كذلك كان جدي مشغول بخطه الجميل، وكان نسخ المصحف الشريف آنذاك. يعني ابن عمي كمال الشقروني، وهو تخصص تاريخ، كان أخرج المدة الماضية أحد الوثائق عن جدنا هذا، كان نسخ كتاب بثمانية فرنكات، واثنين فرنكات قال فيها في الواصل أنه هو اشترى بهم الورق، وستة فرنكات لعمله. جدي كان يكتب في المصحف بشكل جميل جدا، بألوان مختلفة، وكان أبرزها الأسود والأحمر، وكان يصنع الصمغ بشكل جميل جدا من شجرة تيجيغة المباركة عند أهل الجبل. سامحوني معليش أني نطرق على الجنب، بس هيك تذكرت أنا وكالة الجاموسة، ذكرت الأزهر والمشاعر خارج منها. الشاهد، الشيخ سليمان طبعا من مواليد زي ما ذكرت بكري 1870، بالرغم من بنته زعيمة ذكرت بالخطأ أنه ولد سنة 1873. أظن هذا الخلط صار لما هي دارت تحويل التاريخ الهجري إلى الميلادي من 1887 حولتها، فخرج لها 73 بدل من 70. وعلى فكرة المسلسل يذكر أخاه يحيى اللي هو مذكور طيلة المسلسل، إلى الآن لم يذكر أخاه الثاني وهو الشيخ أحمد، وهو أصغر من يحيى، كان أيضا درس في تونس وفي مزاب ومصر، واشتغل في القضاء فيما بعد. وهذا طبعا مش موضوعنا، بس حبيت هيك نتطرق لعائلته وأسرته، معنا ذكروا الأسرة البارونية في عدة مشاهد.
أول مرة نسمع الشيخ سليمان الباروني طبعا هذا بعد لما مشي يقرأ في تونس. طبعا أكيد المرحلة هذيك اللي ما نسمعوش عنها كانت مرحلة زي أكثر الشبان في جبل نافوسة، يمشي يقرأ في الكتاب، ينتقلوا في المواسم جني الزيتون أو الحصاد أو غيرها، يعينوا عائلاتهم وأسرهم، يتنقلوا من الأماكن الأخرى، ينتقل من مدينة لمدينة لتعلم العلم وإلى آخره. فهذه أظن أنه هو سليمان ليس استثناء من هذا، ولكن على حال نسمع به لما أبوه بعث له رسالة في تونس وهو يقرأ في جامعة زيتونة، بقي هناك 5 سنوات وذهب إليها سنة 1888. بعدين رجع للبلاد، رجع إلى إقليم طرابلس ومنها إلى جبل نافوسة، وهيئ أبوه وجده، وهذا ما يشبحوش فيه في المسلسل، هيئ أبوه وجده باش يمشي يدرس في الأزهر وفي وكالة الجاموسة كانت إقامته. على فكرة بس يعني وكالة الجاموسة اللي ذكرتها أكثر من مرة هي وكالة أسسها وقف وأسسه الجربيون، وساهم فيها النفوسيين والمصابيين لتبقى كوقف لتعليم أبناء المسلمين من هذه المناطق الثلاثة. أعدكم أن أخصص حلقة كاملة من ضمن سلسلة تاريخ نافوسة عن وكالة الجاموسة، من تخرج منها من النفوسيين والكتب التي نسخت بها والمؤلفات التي ألفت فيها، أهم شخصيات تخرجت منها، بعضها أصبحت لها مكانة كبرى حتى في الحكومة المصرية، بعضهم أصبحوا على حال نتكلم عليها في وقتها. المهم تخرج سليمان الباروني سنة 1893 من مصر، وعلى فكرة هذه الفترة لم تذكر حتى الآن في الحلقات المذاعة من التاريخ اللي هو تاريخ عفوا سلسلة زيمان. ذكر أنه ذهب للقاهرة ومصر ولكن في الفترة الثانية. وزي ما تعرفوا في نفس الفترة مصر كانت تحت الحماية البريطانية، وهو احتلال في الحقيقة، من سنة 1882، وأعادوا طبعا وقتها الخديوي توفيق باشا للحكم وغيرها من الأحداث اللي أكثركم يعرفها. طبعا كانت مصر حتى قبل هذا تشهد يعني نهضة علمية كبيرة من عهد علي باشا، محمد علي باشا، وصناعية وثقافية كبيرة، وهذا سوف تساعد على فهم العالم. هذه المعلومات كلها حتساعد على فهم شخصية الباروني وشني اللي سقلها وكيف وصلت لمعرفة هذه الأشياء كلها واطلاعها حول العالم وشخصيته اللي هي نعرفها زي ما نعرفها اليوم. على يدي حال درس وتخرج من مصر ورجع على متن باخرة من مصر إلى تونس، ومن ضمن الأشياء التي ذكرت أنه هو ذهب لتونس للعلاج، هو كان راجع بس ذهب من ضمن الأشياء اللي دارها للعلاج، والمصادر كلها تذكر أنه هو رجع عن طريق أوروبا لما مشي لي مصر. فلا أدري يعني السبب اللي هي يذكروا فيها أوروبا من غير ذكر المنطقة، أني أتوقع أنه هو كان ربما يكون يعني مر عن طريق مرسيليا مثلا، أو لأن كانت فيه رحلة فعلا تصير عن طريق الإسكندرية إلى مرسيليا ومن مرسيليا إلى تونس، فهل مرسيليا كانت الوجهة الأوروبية اللي تحدث عنها؟ لا أعرف. على أي حال المهم من تونس كما ذكر المسلسل توجه لوادي مصاب في جنوب الجزائر سنة 1896، أقام خلاله في آت يزغن وآت مليشت. للعلم طبعا أتيزغن وادمليس هادو في وادي مصاب نفسه في أغلان، وانا زرت المنطقتين هادو كله وحصل الشرف التعرف على ناسها الطيبين الرائعين. أتمليشت أصلهم من جبل نافوسة، وهذا ما أخبرني به أحد شعرائهم الكبار صديقي العزيز الشيخ صالح تريشين، وهو شاعر كذلك كما ذكرت. وأتملوشيت هي أصل أهل آل بارون، وهذا حنتكلم عليه بعدين. لا أدري لماذا كتب المسلسل وادي مصاب وتيهرت في جنوب الجزائر، لا تيهرت في جنوب الجزائر ولا هم مشتركتين في نفس المكان، فربما خلط صار للمؤلف. على أي حال تيهرت وحصل شرف كذلك زيارة تيهرت، هو الباروني فعلا زار تيهرت بعد انقضاء دراسته في وادي مصاب وخلال عودته إلى ليبيا، و ذكر الشيخ أبو اليقظان بعض القصص بعد عودته من وادي مصاب وزيارته للتيهرت إلى آخره، والباروني نفسه ذكر هذا في المقدمة في كتابه الأزهار الرياضية. وعلى أي حال قصة اللي ذكرها الشيخ أبو اليقظان، قصة الشمنديفير هذه، طبعا اللي ما يعرف منكم الشمنديفير كلمة ليبية قديمة يقولوا فيها على القطار. الشمنديفير أظني جاية من الكلمة الفرنسية شومان دو فير، أي طريق الحديد.
فتليبت واصبحت شمنديفير. وقصص كثيره لطيفه، هذا مش مجالها حنتكلم عليها لما نتكلم باسهاب عن الشيخ الباروني وتاريخه. الان طبعا عودته لطرابلس سبت له متاعب كثيره، والمحنه الاولى اللي هي ذكرها المسلسل بتفصيل مع العثمانيين، وحبسه والتهم الموجهه اليه كانت كلها سنه 1899. وزي ما شفتوا في المسلسل صدر حكم عليه، وصدر حكم ببراءته، وانا بعد سنتين جي امر باعتقاله بعد سنتين، معذره، حكم ببراءته في المره الاولى بعد ما مكث شهور، جاء حكم ببراءته، بعدين جاء امر باعتقاله اخر بعد سنتين. طبعا والمبالغه في الموضوع، حضر 180 جندي لالقاء القبض عليه. طبعا هذا يبين مكانته وشعبيه والده ومكانت أسرته عند أهل الجبل، وكذلك توجس العثمانيين من أهل الجبل طبعا بسبب الثورات اللي مضادة ضدهم وهي هلبة، ومن أشهرها ثورة مولود الشجروني المعروفة قبل هذا بقرن تقريبا، من سنة 1900 إلى سنة إلى السنة اللي هو مشي في نفي اختياري. أنجز الشيخ سليمان عدة إنجازات من ضمنها المدرسة البارونية والمكتبة البارونية، وهذه مذكورات في المسلسل، بالاشتراك طبعا مع والده في مدينة فرن، وكان على قاد مدرسة كانت قائمة منذ القرن الحادي عشر، وقام في القرن الثامن عشر الشيخ سالم بالهول ليفرني بتوسيعها وتجديدها، وهو من أقام هذه المدرسة حقيقة، وهي قائمة إلى يومنا هذا، وهي في مدينة أو في قرية مدينة ليفرن طبعا قرية أتبخبو. وحببت بس ننبه على حاجة هنيه لو تسمحوا لي، من المهم التنويه بهذه الشخصيات اللي قدمت وبادرت وقامت بأشياء كثيرة لعلها تحفز ناس آخرين بالمبادرة وعمل أشياء الخير. فعائلة بالهول هذه والشيخ سالم بالهول كان ممول كبير لطباعة الكتب، الاهتمام بالإرساليات العلمية اللي هو رسالة الطلبة، تمويل المجاهدين وغيرهم. كان عائلة بالهول هذه خرج منها تجار كثر، كان لهم أوقاف كثيرة في طرابلس وتونس، وتم مصالحة أغرب لهم أملاكهم والأوقاف اللي عندهم لما دخل الفرنسيين لتونس في عهد الحماية، وزاد عليها ما قام به القذافي بمصالحة أملاكهم بعد ذلك. بس رحم الله الشيخ سالم بالهول على الأشياء اللي قدمها لأهالي الجبل. طبعا بجانب المدرسة كان فيه المدرسة بجانب المدرسة عفوا كان فيه المكتبة البارونية، وهي ضمن ومن ضمن المساهمين في هذه المكتبة كان جدي الشيخ عيسى مادي الله يرحمه، ذكرته بكري، في لي كان من النساخ متاع هذه المخطوطات وعليها توقيعاته إلى يومنا هذا. هناك جزئية لم تذكر في المسلسل، أنه صدر عفو سلطاني بحق الشيخ سليمان، استصدرها موسى عارف بيك ليفرني اللي هو موسى جرادة، معروف باسم موسى جرادة. بالرغم من صدور العفو بحقه، إلا أن الأندال، سامحوني على هذه الكلمة، الأندال بمعنى الكلمة، من أمثال عبد الرحمن أفندي قاضي فصاطو، كان يكتب الرسائل ويطعن في الشيخ سليمان من خلفه، ويغري به يغري ضده السلطات العثمانية، بل وصلت به النذال أنه هو أغرى بعض الناس من أهالي الجبل، من ضمنهم بعض الأمازيغ، للتزلف للسلطات العثمانية بأن وقعوا عريضة وقالوا أنه هو يخطط للانقلاب وإلى آخره، مرة ثانية بعد الوشاية الأولى. على أي حال، عودة على المضايقات والممانعات من قبل السلطات العثمانية، ففي سنة 1904 توجه الباروني فارا من الظلم وذهب إلى النفي الاختياري إلى مصر بسبب وشاية هؤلاء. حتى هؤلاء مرضى النفوس ما خلوش يمشي من البلاد ويخليها لنبوسعها، قاعدوا يديروا له في الحفرة اللي قلت الليبيين باش يحبسوه العثمانيين بدل من هو يذهب ويخرج. المسلسل لم يذكر هذه الأحداث أبدا، ذكر ذهابه لمصر للمرة الثانية ولم يذكر ذهابه لمصر للمرة الأولى، ربما يذكرها في الحلقات الجاية الله أعلم. للعلم في المسلسل ذكروا أنه ذهب لمصر سنة 1908، وهذا حقيقة كذلك غير دقيق، والأصح أنه سافر 1906. طيب سمحوني ده شوية الحكاية رمضان وصيام، بس حبيت نقول أن نفيه كان فيه خير كله، الشيخ سليمان أينما يذهب كان يكون الخير من وراءه ويستغل في وقته أحسن استغلال. فمثلا أخرج المطبعة المعروفة باسم مطبعة الأزهار البارونية سنة 1906، طبعا هذه غير المطبعة البارونية المعروفة قبلها اللي أسسها محمد بن يوسف الباروني، وهي كذلك اهتمت بطباعة الكتب. والمهم يعني علي أي حال، المطبعة البارونية غير مطبعة الأزهار البارونية، هذا اللي حبيت نقوله.
وفي مصر ومن الازهر ذكرنا احنا صور بارونيين توا في مصر دار مطبعات، في شخصيه هلبه زي ما ذكرت من بكري، وهذا حنتطرق عليهم في لما ندير حلقات عن وكاله الجاموسه. على اي حال تطرق لها يعني شخصيات حنتطرق اليها زي مثلا الشيخ الازهري اللي تمنيت ان المسلسل يتطرق لها، لانه كان احد الصحفيين اللي هم دافعوا عن المجاهدين وكانوا ينشروا في اخبارهم في تونس وفي الصحف العالميه، اللي هو الشيخ الفصاطوي، ولعل نخصص له حلقه لانه احد الشخصيات المهمه اللي لعبت دور في القرن العشرين اثناء الجهاد الليبي ضد الايطاليين. على اي حال وحنتكلم كذلك على المطابع والجرائد والاشياء اللي شرطت في طرابلس الغرب، واغلبهم من سكان جبل نفوسه او من غدامس، هذا حنخصص لهم حلقات في المستقبل ان شاء الله. على اي حال اصدر كذلك الباروني في تلك الفتره جريدته المعروفه باسم الاسد الاسلامي، و اللي هو نشوفها في المسلسل وان ابوه يقرا فيها الجريده في بيته في جادو. وطبعا سبب وقوف هذه الجريده ربما لم تتطرق لها المسلسل ان السلطات العثمانيه صادرت، هو كان يطبع فيها غالي بس يطبع كميات كبيره جدا يبيع فيها في طرابلس وتحول الاموال اليه مره اخرى. تكبد خساره كبيره الشيخ سليمان لان العثمانيين منعوه من ملئها في ليبيا، ولم يمنعوه فقط بل تركوه يحضرها الى اقليم طرابلس ومنعوها من الدخول، احرقوها، ماذا فعلوا بها لا ادري. فتكبد الشيخ سليمان خساره كبيره ووقف عن اصدار هذه الجريده. على أي حال نسيت نقول لكم أن المطبعة البارونية كانت في شارع محمد علي باشا، محمد علي باشا في القاهرة. طبعا الشارع هذا ما تشوفوا له شيء اليوم، أنا مشيت له توه وما في شيء ما تشوفه، لكن تاريخيا الشارع هذا كان شارع مزدهر جدا. ونتمناكم تقروا كتاب أهداه لي ابن عمي خالد شقروني لما كان يسكن في مصر وبعته لي، كتاب رائع جدا عايشني الأجواء اللي كان عايشها البارون في مصر خلال تلك الحقبة الزمنية، وخصوصا المطبعة طبعا زي ما قلت كانت في هذا الشارع نفسه، شارع رائع جدا. على أي حال هنا نرى الباروني كذلك بعد 1908 يعود إلى ليبيا بسبب حضور طبعا الفارمان هذا العثماني المعروف بإعادة المجلس النيابية والعمل بالدستور، هذا كله ورد في المسلسل. وورد من ضمن الأشياء ضمانات كثيرة للباروني أن لا يمسه الأذى ويعود فعلا وتقدم للبرلمان. و المعاد إلى ليبيا طبعا تقدم للبرلمان العثماني بعد ما كان يترضى به، الآن أصبح سياسي وأراد التقدم للبرلمان العثماني. طبعا في البداية أبوه حاول أن يثنيه عن هذا العمل لأن خاف عليه يصير له المشاكل اللي صارت له من قبل. وطبعا أصبح بتصويت الأغلبية في إقليم جبل نفوسة أصبح هو ممثل جبل نفوسة في الأستانة. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياة الشيخ سليمان الباروني في عالم السياسة. هنا بنقول فيه طرفة بسيطة ذكرها أبو اليقظان في كتابه، أن الشيخ سليمان الباروني إلى هذه الفترة كان يلبس فقط لباس النفوسي، وتمنيت أن المسلسل ما يذكرش أنه هو ما يوريش أنه هو لما رجع من مصاب لابس اللباس العثماني أو اللباس الفرنجي مع الطربوش العثماني، هذا غير صحيح. الشيخ سليمان الباروني كان يلبس لباس النفوسي، وحتى لما ذهب للبرلمان أو المجلس المبعوثان العثماني كان مصدر سخرية من رفاقه لأنه أصر على اللباس الليبي النفوسي في الأستانة، وكان يضحك عليه وكانوا يتندروا به. فيبدو بسبب نصائح فرحات بيك عن الزاوية، وهو مذكور في السلسلة طبعا في أكثر من مرة، بأن يلبس اللباس العثماني ويسهل عليه المأمورية، بحيث مثلا ما يصيرش الحديث فقط عن لباسه، يصير الحديث بجدية عن دعم الجبل ودعم إقليم طرابلس وإلى آخره. وفعلا أخذ بالنصيحة وأصبح يلبس هذا اللباس ويلبس في الطربوش. بس الشيخ سليمان كان مفتخر ومعتز باللباس النفوسي إلى هذه الفترة، والكثير من الناس يقولون أنه هو عثماني إلى آخره بسبب هذا اللباس، وهؤلاء الناس جهلة لا يعلمون حقيقة الشيخ سليمان الباروني. للعلم اللباس النفوسي هذا كذلك له مكانة بشكل معين، يلبس بطريقة معينة عند مجلس العزابة في جبل نفوسة، ولا يلبسه إلا حفاظ القرآن. على أي حال لما كان في تركيا على فكرة كان يتقن اللغة التركية بطلاقة، في أشهر معدودة أتعلم يتكلم اللغة التركية. طبعا العبد لله أنا مشيت وعشت في تركيا ودرست جزء من دراستي هناك في تركيا،
ونقول لكم اللغة التركية راهي صعبة مش سهلة تعلمها. وهنيئا للبروني أنه هو في أشهر معدودة كما ذكر المؤرخين كان يتكلم ويتقن اللغة التركية. وحصل لي الشرف أني زرت كل الأرشيف العثماني ووجدت وثائق كثيرة عن سليمان باشا البروني. على أي حال نبي نقول نقطة جانبية هنا، بالله سامحوني أكثرت من النقاط الجانبية بس هذه مهمة جدا. لقب الباروني يتكلم عليه كثيرا والكثير يتكلم عنها بجهل. الشيخ سليمان الباروني ينتمي لأسرة أسسها الشيخ أبا هارون موسى بن هارون التملشائي. أبا هارون موسى بن هارون التملشائي الجد الأول اللي ينتسب إليه الباروني هو أبا هارون اللي هو موسى بن هارون التملشائي من أتملشايت في جبل نفوسة. طيب أصل عائلة الباروني الأول زي ما ذكرت هو أبا هارون هذا، لكن نحن في جبل نفوسة لا ننطق حرف الهاء ولا العاء ولا الحاء، حروف اللهات هذه لا ننطقها في جبل نفوسة، فلا نقول عائلة أبا هارون، نقول عائلة أبارون. عائلة أبارون إلى اليوم نقول آت بارون. أي حد تجعل في جبل نفوسة يتكلم الأمازيغية تسأل تقول له آت بارون، يعرف مباشرة أنك تتكلم عن عائلة الباروني. ولأن هذه الحروف زي ما ذكرت حرف الهاء من ضمن الحروف اللي مش موجودة، فكانوا ما يقولوش أبا هارون يقولوا أبارون. الباروني هذا أضيف إليها ألف ولام فأصبحت البارون، بعدين أضيفت هي النسبة أصبحت الباروني. فهذا مش من كبانات أفكاري، ذكرها الشماخي في كتاب السير وهو مؤرخ في القرن التاسع الهجري. الشماخي في كتاب السير يقول في حديثه عن أبا الحسن، يقول أبا لاسن هو أبا الحسن لأن النفوسيين لا ينطقون حرف الهاء، وذكر كذلك من ضمنهم مامد محمد وأبا هارون أبارون. المهم لا نزلنا نسمي أسرة الباروني إلى اليوم آت بارون يا ناس. فهذا الخلط بينه وبين عائلة البرواني في عمان والكلام هذا كله لا صحة له ولا علاقة له بالواقع. بل أضيف على هذا في زيارتي لعمان المتكررة، العمانيون يؤكدون أن عائلة البرواني التي ينسب إليها الباروني عبثا هي عائلة حديثة تنتمي لعائلة الحارثي. هذه العائلة فرع من عائلة الحارثي وهي حديثة جدا جدا. أنا أزيلكم من الطين بالله، أنا لقبي أومادي، باهي في الوثائق كلها يكتب أوماد من غير ياء النسبة. سعيد السيفاو المحروق هو حقيقة اسمه سعيد سيفاو، ينسب له يضاف إليه ألف ولا، وغيرها غيرها من الألقاب. بل بعض الألقاب أيضا عربت نهائيا زي عائلة أوش أصبحت عائلة الديب من منطقة القلعة مثلا، أو عائلة الحارس مثلا من فصات وأصبح اسمها عائلة عائلة الحارس أصلها عائلة أنموتري وإلى آخره. على أي حال عائلة الباروني والتشابه في الألقاب لا علاقة له ببعضه، وحنتكلم عليها بإسهاب بعدين لما نتكلم عن زيارة الشيخ سليمان الباروني إلى زنجبار، وأنا كذلك حصل شرف أن زرت هذا الإقليم. وسامحوني طولت عليكم، والله متعب جدا اليوم وحنخليها قصيرة شوية، ونعدكم أن نتكلم في بقية التسلسل الكرونولوجي للعائلة في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم للاستماع وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.